أهلين، اليوم عندنا مراجعة المطحنة من يوريكا ليوريكا ماجنون. سينجل دوز المطحنة أصدروها تقريبا أو بدأت تنباع تقريبا بداية السنة هذه اللي هي بداية 2022، يعني تقريبا شهر واحد نزلت للبيع عندنا في السعودية. واليوم إن شاء الله بنتكلم عنها بشكل سريع ومختصر لأن ما فيها شيء معقد صراحة، يعني عشان نفصل فيها بشكل كبير جدا. طبعا الفيديو راح يكون تصوير من الجوال، بعدين أنا بنزل عليكم في سناب. نبتدي أول بالمواصفات بشكل سريع. حجم القرص فيها 65 ملي، وهو قرص فلات اللي هو مسطح مش مخروطي. المطحنة تقريبا سرعة دورانها إذا ما خاب ظني 1600 عليها في الدقيقة، تقريبا 1650 إذا ما أنا غلطان سرعة دوران القرص حقها. المطحنة تطحن بشكل ممتاز جدا للإسبرسو. قيمة مقابل السعر، المطحنة تستاهل كل ريال يندفع فيها. طبعا تغيير في درجات الطحن يكون من هذا الفرار. طبعا فرق بين أول شيء نحدد فيه نقطة الصفر، يعني نظل الناعم الناعم لين تحتك الأحجار، بعدين نعرف إن في هالحالة وصلنا لنقطة الصفر، بعدها نخشن وخلاص نبتدي نطحن لين نشوف الطحنة المناسبة. مطحنة اختبرتها لمدة تقريبا شهرين وعليها، كانت هي مطحنتي الأساسية. اختبرتها على طحنات 9 بار مباشرة، أعطتني نتائج ممتازة جدا في الطعم. ولا يهتم بالشكل، يعني هذا شيء راجع لهم، أنا يهمني الطعم أكثر. ففي الطعم كانت نتائجها جدا ممتازة. اختبرتها على مكينة فيها ضغط متغير وأيضا أعطتني نتائج ممتازة جدا. فطحناتها سواء ل9 بار لضغط متغير، المطحنة تعطي نتائج ممتازة جدا. المطحنة يجي معها هذه العلبة، يعني هذه الأشياء كلها تتحرك أساساً، كلها تنفك. هذه القاعدة وهذه العلبة، يجي معها هذا الغطاء الخشبي، وطبعاً يجي معها واحد ثاني شفاف موجود في الكرتون. يجي معها هذه الربلة عشان نقدر ننفخ على الأحجار عشان ننزل القهوة العالقة في الحجر أو هنا في المجرى بالطريقة اللي يسموها بلو أب. فهذه الشغلات تيجي مع المطحنة. المطحنة يعني ما فيها أي شيء معقد، شكلها بسيط مثل مطاحن يوريكا التي تيجي من هالفئة. العلبة هذه تشيل تقريبا 45 جرام، فيها هذا عشان نسكر المجرى حق العلبة إذا بغينا نشيل القهوة اللي خلاص بقت في المطحنة وما نحتاجها. طبعا المطحنة ما فيها شاشة، ما فيها مؤقت، ما فيها أي شيء، فيها زر تشغيل هنا نحط القهوة نشغل نطحنها بس. فيفضل وقت الاستخدام عشان الواحد يقدر يوزن قهوته أن نوزن القهوة قبل نطحنها، يعني نوزن 18 20 22 15، أي وزن إحنا نبغى نحطه هنا يطلع هنا نفسه، يعني حرفيا نفسه، ما في أي تغيير. نحطه نفتح العلبة أو نفتح المجرى راح يطلع الوزن وزناه قبل لا نحط القهوة، راح يطلع هنا. طبعا يكون في اختلاف في البداية فقط، يعني كأول تجربة إلي أو أول تجربتين ثلاث كان في 1 جرام يروح، 2 جرام يروحوا بس في البداية وقت ما تكون الأحجار نظيفة ما فيها أي قهوة عالقة. لكن أساسا المطحنة مصممة أنها تكون سينجل دوز زي ما هو مكتوب، مطحنة جرعة واحدة. فبعد استخدامين أو ثلاثة صار الوضع ممتاز جدا، أحط 18 يطلع لي 18 نفسه. حتى لو أنا استخدمت البلو أب هذا قبل كل طحنة أنا أستخدمه أنظف المجرى، نفس الشيء يطلع لي 18 جرام، يعني يروح 0.1 0.2 جرام. هذه الأشياء ما تأثر في جودة المطحنة ولا تأثر في الطحنة أساسا اللي احنا بنستخدمها للإسبرسو، فلا يصير تعقيد بهالشكل. يعني المطحنة ممتازة جدا للاستخدام المنزلي زي ما قلت، قيمة مقابل السعر، يعني اللي بنحصله مقابل السعر حقها فهو ممتاز جدا. يعني لو ما عندي المونوليث في البيت قبلها ما كنت راح استغني عنها صراحة.
لأني لو حصلتها قبل المونوليث راح أوفر يعني قيمة المونوليث تجيب لي تقريبا 3 من هذه. ف المونوليث هي اللي بتخليني أبيعها، مو لأني أبغى أبيعها، لأني حاليا ما أحتاجها فقط لا غير. طبعا تجي بلونين، أما أبيض أما أسود كامل. تنباع عندنا عند، موجودة متوفرة عندنا عند باريستا تولز، توني مشيك الموقع لكن حاليا ما هي متوفرة مخلصة. فالمطحنة باختصار شديد جدا ممتازة للمستخدم المنزلي اللي ما يحتاج مطحنة، زي ما نقول يعني ما يطحن بشكل كبير جدا بسرعة. يعني الفرق بين المطاحن التي تجي جرعة واحدة، وهذا ذكرت أكثر من مرة، وبين المطاحن التي تجي هوبر، هذه فيها هوبر بس هي يفضل أنها تكون مطحنة جرعة واحدة، أن المستهلك يستهلك مثلا 10-12 كوب وراء بعض، فهذه ممكن هذه تؤدي الغرض وياه، لكن راح يلقى صعوبة، فيفضل أنه يروح للمطاحن اللي يكون فيها علبة ومع مؤقت وتطحن إسبرسو في 2.5 إلى 3 ثواني. هذه تطحن بسرعة يعني بالكثير 6-7 ثواني والقهوة مطحونة. وبس هذه كانت مراجعة سريعة جدا لها. اللي يعيبها أنا بالنسبة لي ما فيها مؤقت، فهنا أنت مضطر تنزل. هذا مو عيب أبدا، مو عيب، لكن بالنسبة لي ممكن يكون عيب بسيط. تحليل الطحنات من هذا الفرار أنت ما تقدر، ما نقدر نضبط الرقم أو نثبت على رقم، لأن أنا بقعد أدور راح هذا يفتر ما يوقف، يعني توصل صفر تفر مرة ثانية، يجي صفر تفر مرة ثالثة يجي صفر. فأنت هنا ما تقدر توزن الرقم ولا تقدر، إلا لازم تحفظ. أنا كنت هنا على هالقهوة مثلا كنت على 6 هنا، طيب لو رحت 6 ثانية رقم مختلف، فلازم أحفظ أني أنا هنا اليوم على 6، بكرة بغير القهوة ممكن تتغير الطحنة، أبغى أرجع بعد أسبوع للقهوة اللي عندي ممكن ألاقي صعوبة عشان أرجع أوزنها. هذه من الأشياء اللي ممكن أقول أنها عيب في تحديد الطحنات فيها بشكل بسيط يعني. فبشكل عام عيوبها قليلة، سعرها ممتاز، أداءها عالي جدا، مناسبة للمستخدم المنزلي من فئتها السعرية، ممكن تكون هي من الأفضل في فئتها السعرية، أفضل من المطاحن التي تجي في نفس الفئة السعرية بنفس الطريقة أو بنفس الأداء اللي هي مطحنة جرعة واحدة. وبس هذا اللي عندنا اليوم. طبعا زي ما قلت موجودة عند باريستا تولز لكن حاليا مخلصة في الموقع، والمطحنة عندي للبيع، فاللي حاب يشتريها يقدر يتواصل معي خاص وعلى ما كم أبغى فيها.